بالنسبة لألي في نقاط خلافية مع بعض الموجودين في البريستول، في لقاء البريستول، وهو تنفيذ القرار 1559. القرار 1559 بعتقد يجب أن يكون من المقررات المشتركة للقاء، لأنه ما في نص يؤذي لبنان ولا بيؤذي حدا، إنما هالنص نص القرار يعيد لبنان استقلاليته وقراره الحر وبيرجع له السلم الآلي بالفعل، لأنه الوضع الحالي في لبنان خالي من الاستقرار وعرضة لمزيد من الانهيار. 15 سنة مرقوا على الطائف اللي ذكره الأستاذ خليل، وتبين على أنه الانهيار سياسي كامل، انهيار اقتصادي كامل، وانهيار أمني، والبلد غير مستقر ولا يمكن أن يستقر بالاستمرار بهالوضع الحالي. جاء القرار الدولي 1559 حتى يعيد ثوابت الوطنية، لأنه لا يمكن أن يقوم وطن بدون سيادة، ولا يمكن أن يقوم وطن بدون استقلال، ولا بدون حريات عامة، ولا بدون تعايش مشترك، ولا بدون وحدة أرض، ولا وقت ما نحكي عن الأمن لازم يكون في وحدة أمنية على الأرض، وحدة أمنية مسؤولة عنها الدولة. لغاية الآن في تعددية أمنية، إذا عم بيقولوا لا للمؤسسات الأمنية تتعاطى بالقرار السياسي، في قبيلة لا للأحزاب السياسية أن تتعاطى بالشؤون الأمنية، ولذلك يجب تجريد الجميع من السلاح لمصلحة الدولة اللبنانية، وتوقيف الأجهزة الأمنية عن التعاطي بالشؤون السياسية. في هذه الحال بصير في استقرار، وإلا عفوا عندما مثل ما هي الحالة حاليا لا يمكن أن نكمل. عندما تقول تجريد الجميع من السلاح ولا يكون أي حزب يمارس الأمن، من تقصد بالتحديد؟ هل تقصد حزب الله؟ هل تقصد أمل؟ هل تقصد من بالتحديد؟ كل الأحزاب التي ما زال لديها سلاح ومعروفة من السلطات اللبنانية، في تجمعات صغيرة، في تجمعات كبيرة، في مخيمات الفلسطينية، كل هالسلاح هذا لازم يعود للدولة. الفلسطيني ليس في خطر بلبنان، لقد حضرناه منذ عام 1948، ويجب عليه ومن الواجب عليه أن يكون عنصر استقرار في لبنان وليس عنصر شغب ولا عنصر تهديد للأمن اللبناني. وحزب الله الذي حرر الجنوب ما بيقدر ياخذ مزارع شبعة كزريعة ليحتفظ بالسلاح، لأن مشكلة مزارع شبعة ملكيتها هي موضوع نزاع بيننا وبين سوريا، فليرسموا الحدود من جديد ويعطونا شرف تحرير مزارع شبعة إذا كانت مزارع شبعة اللبنانية، ولكن أن تكون زريعة لبقاء السلاح ولتحريرها هذا شيء نحن ما بنعترف فيه لغاية هلأ، إلا إذا سوريا عطتنا سند الملكية. لبنان ما لازم يتنازل عن أي نقطة قوة قبل ما تنحل كل القضايا المتعلقة بإسرائيل، ومنها قضية حق العودة للفلسطينيين وعدم التوطين. الدول العربية يلي حملت القضية هي تتحمل جزء من المسؤولية بهالموضوع، والدول اللي أخذت قرار بإنشاء دولة إسرائيل تتحمل جزء من هالموضوع. ولذلك قبل ما حدا يطلبنا بسلاح حزب الله محمول، وإذا كان سلاح إرهابي أو لا، نحن ما نقبل توصيف أحد لهالسلاح، هذا سلاح مقاومة، ولبنان بده يضل قوي بجميع عناصر القوة اللي موجودة فيه واللي بيقدر يزيدها حتى تنحل هالقضية. ولا يمكن أحد بسياسة تراخي وبسياسة انحلال يجي بلحظة يستضعف لبنان ويفرض عليه السياسة اللي بده إياها، ومرفوض على الأرض اللبنانية، مرفوض منا على الأقل أن يوصف أحد حزب الله بأنه إرهابي.
حزب الله مقاومة، ومقاومة شريفة على الأرض اللبنانية. اللي بده يوصفوا إرهابي يشوف الإرهاب اللي عملوا على الفلسطينيين حتى هربوا من بلادهم وستين سنة بعدهم بالمخيمات، شو عمل لهم؟ كل واحد مش بيعطينا درس، انت ساعة إرهابيين وساعة عم تتفاهموا مع الإرهابيين وساعة عم تعملوا كذا وكذا وكذا، وبعدين يجوا يحلوا هن الإرهاب. ليش الفلسطينيين موجودين هون؟ من المعاملة الحسنة؟ مذبح الدار ياسين ومذبح حولة اللي عملوا لنا إياها والمذابح اللي عملت فلسطين، هيدا شو؟ كلها أعمال قداسة؟ شو هالتجليد بقى بقى؟ شبعنا بقى، شبعنا دروس أخلاقية، ساعة من الغرب، ساعة من الشرق، ساعة من المناظرين اللي قاعدين المترفين ببيوتهم. عون ندد بالاعتداء على الكرامات والمقامات التي تشكل نموذج سلوك في الوطن. عيب يحكوا هودي اللي اخذوا قرار بالحكومه انه يحولوا السيد حسن نصر الله الى المحكمه ما بيستحوا له، يعطوه على القليل الزعيم العربي الوحيد والاسلامي يلي هزم اسرائيل بمقاومته. طيب على الاقل يعطوه، ولو يعطوه حصانه نايب، ما يحولوه على المحكمه. لشو هالعيب هيدا؟ انه التحرش وصل لهون يعني بقرارات حكوميه بحد ذاتها تشكل اهانه، نتنفذت ولا ما تنفذت؟ هيدا هو نعاقب الناجحين في الحياه يلي رفعوا التحدي وحافظوا على الكرامه الوطنيه، يلي عطوا درس لكل المقاومين.